عسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي دبارة جديدة. اول حاجة ناخذني من وقت ونصلوا فيها على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. كيف ما تشوفوا دبارتنا اليوم اللي هي باش تكون المقلي التونسي، مقلي بالحوت، يعني مقلي كيفاش نقولوا نحن الاكثرية هذا ناكلوه في الصيف، اما هذا ما يمنعش ان ناكلوه مثلا في الشتاء ولا في الربيع ولا في الخريف، يعني ما عندوش وقت. ليسونسييل يبدا الحوت متواجد في تونس، الاكثريه الحوت متواجد في الصيف، يكثر في الصيف لهنا، بالعكس في تركيا الحوت يكثر في الشتاء. اول حاجه لهنا خذيت كعبه نتاع سكومبري كبيره، لهنا يسموه سكومبرو معروف لهنا. خذيت كعبه شريتها يعني نظيفه من عند الحوات، باش نحط لها الملح نتاعها وباش نحط عليها الكمون، زاده نملحها ونحط لها الكمون ونخليها ترتاح بالباهي تشرب الفاح نتاعها. هذا الفاح نتاع تونس، يعني في تونس نفوحوا بالملح والكمون، لهنا في تركيا الحوت ما يفوحوش بالكمون، ما يعرفوش اللي الكمون يستعملوه في الحوت الحقيقه، فما شكون ما يعرفش وفما شكون يعرف. بالنسبه ليا يعني المحيط اللي داير بيا ما يعرفوش، يعني الكمون يستعملوه في برشا حاجات، ديجا لاحظته في برشا ماكله نستعمل الكمون، اما الحوت ما يعملولوش الكمون. لهنا هذه فوحتها بالملح والكمون، باش نحطها على جنب. ولهنا باش نتعدى البطاطا المقصوصه هذيك، باش نحطها في الطبق هذايا، باش نملحها كيف ما شفتوا. نحط البطاطا باش نرش عليها الملح، يعني كل حاجه نحضرها من الاول، يعني بعد ما قصيت البطاطا بالطبيعه حطيتها في الماء برشا باش ما تكحليش البطاطا، كيف ما تشوف فيها منظرها نظيف، يعني حطيتها في الماء وتوا ملحتها. وبالطبيعه يبقولنا زاد جرينه الفلفل باش نملحوهم، ولهنا جرون الفلفل هذوما باش نحلهم هكا، ومن بعد نحط فيهم الملح والكمون، يعني باش نخلط شويه ملح وكمون. لهنا بنه الفلفل المقلي مع مقلي الحوت يبدا مفوح كيما الحوت بالملح والكمون. ولهنا الطماطم، سامحوني عندي كعبتين طماطم قصيتها هكا ترونشيت باش نحطها صوصي تيب هذيا. ولهنا تعديت باش نفوح الفلفل نتاعي كيف ما تشوفوا، خلطت ملح وكمون وباش نحطه في وسط الفلفل هذاك. لهنا بعد ما فوحت الفلفل هذاك باش نتعدى تو نحضر الصوص. كيف ما شفتوا حطيت الطماطم تطيب، حطيت عليها شويه زيت نباتي وباش نخليها لين الطماطم هذيك تطيب وتسيب روحها في وسط الماء هذاك، يعني تولي هابيه. من بعد باش نكملوا نفوحوها، يعني نخليها هي تو مبدئيا تطيب وبعد باش نفوحوها بالطبيعه. لهنا انا طريقتي في الصوص نتاع الطماطم خاصه للمقلي ما نفوحش، نخليها لين تطيب هكا تهبه شويه، ومن بعد نفوحها نحط لها تابلو كروية، نحط الفلفل المهروش، نحط فلفل الاكحل، وبالطبيعه اللمسه هذيك الثوم نحطه في الاخر، علاش؟ باش الثوم الجو نتاعو يبقى، يعني من نجم ما نحطوش من الاول الثوم يعني مع تابلو كروية من الاول. كيف ما شفتوا هذه الطماطم نتاعي كيف ما شفتوا طابت، باش نبدا نفوحها تو ونخليها تكمل تطيب في الفيح نتاعها، نحط لها شويه ملح. لنا هذاك شويه فلفل مهروش، تنجموا تحطوا هروس، تنجموا تحطوا هريسه عربي، كل واحد حر، كل واحد وكيفاش مستانس. ولهنا شويه تابلو كرويه، وبالطبيعه في الاخر نحط لها الثوم. وهذاك شويه فلفل اكحل باش نحركهم هذوما. الثوم مانيش باش نحطه توا كيف ما قلت لكم، باش نحطه في الاخر بالكل وقت اللي نجي باش نطفي، باش المطعم نتاع الثوم يبقى في وسط الصوص.
لهنا باش نحط الثوم كيف ما تشوفوا، باش نحرك الثوم شوية، ومن بعد باش نطفي عليها الطنجرة. يعني الصوص هذايا بريسك حاضر كيف ما تشوفوا، هذا التكستير نتاعو. ماذا بينا في الصوص يبقوا كالطروف نتاع الطماطم هذوكم، هما اللي بنوا للصوص نتاعنا. ولهنا تعديت باش نقلي البطاطا. اول حاجه باش نبدا بها هي البطاطا بالطبيعه. حطيت المقله باش نصب فيه الزيت نتاع القليان. انا الحقيقه عندي الزيت القليان عندي وحده كيف ما تشوفوا لهنا، حطيته في حكه. هذا مثلا كي نبني نقلي به زيت ولا حاجه ويبقى لي نظيف، نعاود نعبيه في دابوزة هكاك ونعاود نستعمله مرة أخرى، يعني ما نطيشوش الحقيقة. هذا الزيت نتاعي سخن نتاوى كيف ما تشوفوا، باش نحط البطاطا تتقلى. يعني طريقة سهلة ومبسطة، وصدقوني يجيكم مقلي بنين على الاخر. معروف المقلي نتاع تونس يعني أنواع، فما المقلي يبدأ هكا نقوله نحن مخلط فلفل وطماطم وبطاطا وعظم، ثم المقلي الحوت، كل واحد كيفاش يعمل. وبالنسبه للحوت بالطبيعه كل قدير وقدر، وكل واحد على شنو هو يقدر. ينجم يكون سردينه، ينجم يكون تريليا، ينجم يكون مرجان، ينجم يكون وراطه، ينجم يكون سكومبري، ينجم يكون تون. كل واحد حر، كل واحد حر، وكل واحد على شنو هو يقدر. فما حتى اللي يعمل القاروس، انا الحقيقه ما نكذبش عليكم القاروس نحبذ انه يكون في الكسكسي ولا في حاجات فيها صوص. ما نحبذش انه يكون مقلي، خاطر وخاصه القاروس لهنا في تركيا يعني كيفاش نقولوا يعطوه قيمه كبيره. هو ديجا عنده قيمه كبيره، قيمه غذائيه كبيره. ان شاء الله بقدره ربي نعمل لكم به روسات تركيه بنينه على الاخر. ديجا كنت قبل وريتكم الطريقه نتاعو كيفاش يطيب في الفور مع الخضره، اما هذه الطريقه نتاعو حاجه اخرى، حاجه جديده. ان شاء الله في القريب نصور هيكم بمناسبه الشهر الفضيل، تنجموا تحطوها في طاولتكم، حاجه بنينه وحاجه جديده. لان هذيك قليه البطاطا نحيتها، وباش نحط القليه الثانيه. كيف ما شفتوا انا الحقيقه طريقتي لهنا كي نحط البطاطا ما نطيشهاش في وسط المقله. اول حاجه باش الزيت ما يطشش عليا، وثاني حاجه ما يطشش على الدنيا. نحط بالسياسه منشيره ما نتحرقش، ومنشيره بصراحه باش الزيت ما يطشش. فما شكون يرمي البطاطا تبدا حتى النار شاعله. بالسياسه نحطها البطاطا باش لا الزيت يطش عليا لا يطش على الدنيا على الرخام وعلى الواحد. هذه الرشه الثانيه نتاع البطاطا نخليها تطيب. وبالطبيعه بعد ما تطيب البطاطا باش نكملوا نحطوا الفلفل، واخر حاجه نحطوها هي اللي هي الحوت، خاطر الحوت فيه الكمون يسيبك الكمون نتاعو في الزيت، يعني الزيت يتمسخ. لنا هذا الفلفل باش نحطو توا يتقلى. ديما عندي مشكله لهنا الفلفل في تركيا ديما تلقيه طويل، ديما تلقيه اطول من المعون. المشكله هذه ديما تعرضني، يعني ديما الفلفل تلقيه يا اكبر من الطنجره يا اكبر من المقله. كيف ما شفتوا هذايا الفلفل بقيت نقلب فيه منه ومنه باش ما يتحرقليش، يعني ما يتصادش من شيره وشيره تبقى نيه. وديما نقلبه بالطبيعه، لان علاش خليته هكا خاطر هما يحبوه مقلي برشا، يعني يحبوه طري ما يحبوش وكل نقولوا نحنا في مقلي وفي نفس الوقت فيه الدقرميشه. نحيه تو الفلفل هذايا على شيره، وبالطبيعه الزيت هذاك باش ننقص منه خاطر الزيت برشا، باش ننقص منه نخلي شويه بركه باش نقلي فيه الحوت، خاطر الحوت كيفاش نقولوا نحنا باش نقليه في الزيت في نفس الوقت عباره اني نشوي فيه، مانيش نقلي فيه في الزيت، ما باش نحط له شويه بركه، يعني الزيت هذاك باش ننقص منه. كيف ما تشوفوا خليت شويه بركه في المقله. توا باش نحط الحوت نتاعي كيف ما شفتوا، زوز الترونشات هذوما ما شاء الله. هي الكعبه اللي هنا يبيعوا فيها بعشرين ليره، الكعبه فيها تقريبا رطل. نخلي الحوت هذايا نتاعي كيف ما شوفوا يطيب على الشيره هذيك، وبطبيعه من بعد باش نقلبو نخليه يطيب في عقله على نار هاديه، ما نحبش نصهدو بالنار، نخليه في عقله يطيب في على نار هاديه. كيف ما شفتوا الزيت شويه ماهوش بشكل ماهوش اللي باش يتقلاه هكا في زيت يعوم فيه وكل شيء، لا. لهنا باش نقلب الحوت كيف ما تشوفوا،
كيف ما شفتوا بشوي بشوي كل مرة ندورها على شيرة لين الحوت متاعي يطيب. كيف ما شفتوا هذه البارتي الدخلانية الحوت متاعي طاب، كيف ما شفتوا تحمر بالباهي، نقلبوا توا على الشيرة البرانية هذيك ونخليه يطيب. ما ياخذش برشا وقت الحقيقة نتاع ربي، اما تعرفوا ديجا التصوير وكل شيء، صور وقص صور وقص، يعني باش نوريكم كل شيء بالتفصيل، اما هو راه ما ياخذش برشا وقت. لهنا الحوت تشد روحه بالباهي، ويعني تشد بالباهي يعني تقلاه. ولهنا بعد ما نحيت الحوت من المقلة، لهنا باش نصب الصوص نتاعي كيف ما تشوفوا، نصبها هكاك على جناب. انا خيرت اني نعمل الطبق حطيته كيما هكا بالطريقه هذيا، حطيت الحوت في الوسط والبطاطا والفلفل على جناب، والصوص هذاك زاد باش نحطه على جناب، تبقى الحوته في الوسط. وبالطبيعه هما احرار، كل واحد يحط في الطبق نتاعو والا ياكلوا من الطبق هذايا عادي. هذا الطبق نتاعنا توا حاضر كيف ما تشوفوا، ما شاء الله ما نحكي لكمش، الريحه ريحه بنينه على الاخر. ولهنا البطاطا ملحتها صحيح، اما ديما كالرشه نتاع الملح والكمون هذيك لازمه فوق المقلي كيف ما تشوفوا، تبنن برشا. وهذا المقلي نتاعنا كيف ما تشوفوا حاضر توا، كيف ما شفتوا ما شاء الله المنظر نتاعو يشهي. وعملت معاها خبيزات كيف ما قلت لكم، خبيزات يعني خبز لبناني، يعني خبز فرشك مازال خرج من الفور. ان شاء الله الفيديو عجبكم، ان شاء الله استفدتوا منه، ان شاء الله كان خفيف عليكم. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفة جديدة، وفي امان الله.